هتفهم ده كده من نظري وفاكر انها من نظري بس. لا تقول عندي ماكيفن وعندي ايرون ليويس وعندي توتال وسوبجيكتمي وصوتك ايه؟ نرجع للرسمه دي تاني، ركزوا معايا. يلا احنا فاهمكم الحته دي ملخبطاكم. في حتى كده في الورق كتير ملخبطاكم وفاهمها. يلا لو عندي كانسر انا قربت اخلص. قربنا نخلص التقيل. لو عندي كانسر في السرفايكال اوسوفاجس العمليه بتاعته كان اسمها ايه؟ زمان كان عندي كانسر ابر اوسوفاجس العمليه بتاعته اسمها ايه؟ نكيو. يلا مش عايزين نخلص ستة غلط؟ طيب ماكيوز زمان عشان يقدر يشيل السوفجاس كله، ليه كنا عايزين السوفجاس كله؟ ليه القيمة الأفضل سيرت لازم يشيل السوفجاس كله؟ عشان السيفتي مارجن فوق 2 سم والسيفتي مارجن اللي تحت ليه؟ السوفجاس كله عشان في انتر امباتيك سبريد اللي تحت تمام؟ ماكيوز عمل ايه عشان يشيل السوفجاس كله زمان مش دلوقتي زمان؟ اضطر يفتح ايه؟ الرقبة عشان يشارك في السرفايكل والسوفجاس. ماكيوز زمان اضطر يفتح ايه؟ الثورة يشارك في الثوراسك والسوفجاس. ماكيوز زمان اضطر يفتح ايه؟ الابدومين عشان يشارك في الابدومين ايه؟ السوفجاس. السؤال ده هو السوفجاس ده يمين ولا شمال؟ لا هو مش يمين شويه. هو السوفجاس ايه؟ شمال شويه. السوفجاس شمال شويه. هو ميد لاين ستراكشر بس زي ما انتم عارفين ان السوفجاس بيبقى سلايد تو ذا ليفت. طيب ركزوا معايا ربنا يخليكم. ماكيوز لما فتح الابدومين فتحه كده. ميد لاين. لما فتح السوركس وزي ما اتفقنا السوركس ما بيفتحش كده. السوركس بيتفتح ازاي؟ يا كده يا كده. تفتكروا ماك كيون هينايم العيان على جنبه اليمين ويفتحوا لابس سوراكوتومي ولا هينايم العيان على جنبه الشمال ويفتحوا راي سوراكوتومي؟ اليمين سؤال غريب جدا. اليمين ويفتح لفه سوراكوتومي. هينايم العيان على جنبه الشمال ويفتحوا لابس سوراكوتومي ولا هينايم العيان على جنبه اليمين ويفتحوا لابس سوراكوتومي ولا الصبح الشمال؟ هينايم العيان على جنبه الشمال ويفتحوا راي سوراكوتومي. العكس. بيعمل راي سوراكوتومي. السؤال ليه العكس؟ الحته دي ظريفه وممكن تتقاس فيها في الاوبرتيف ممكن تبقى مكتوبه في الورقه الكبير. ماكيوين او احنا لما بنعمل سوراكوتومي بنعمله رق مش عارف الحته دي ثقيله. قلت لكم الدرس كله عباره عن حته الايه؟ التريتمنت. من اول ما ابتديت كانسر السوفجاس لغايه ما دخلنا في التريتمنت كان في اساسا اي حاجه بنعملها؟ ولا كان كله كلام؟ كان كله كلام هبل. هنا في شويه حاجات ممكن افهمها لكم. ماكيوين عمل راي سوراكوتومي. ليه ماكيوين عمل راي سوراكوتومي رغم ان السوفجاس سنه شمال؟ لان في على الشمال استراكشر ماكيوين كان خايف يعوضه. مين الاستراكشر المهم اللي على الشمال اللي ماكيوين خايف يعوضه فعشان كده فتح على اليمين؟ مين المفروض على الشمال مفيش زيه على اليمين؟ اورتيكارش. عمل راي سوراكوتومي تو افويد انجري او باور عشان كده بنعمل راي سوراكوتومي. السؤال ماكيوين لازم يفتح ايه؟ تاني غير السوراكس. انتوا فهمتوا ليه عمل راي سوراكوتومي؟ عشان ما يعورش لو في كارش على الشمال. ماكيوين لازم يفتح ايه كمان؟ الرقبه. الرقبه في السوفجاس بتتفتح كده سوبرا كلافيكتور. تمام؟ يفتح سوبرا كلافيكتور يمين ولا يفتح سوبرا كلافيكتور شمال؟ وبالمناسبه برضه في ستراكشر موجود على الشمال بيخاف يعوره فبيروح فاتح الرقبه على ايه؟ على اليمين. ماشيه منا او يمين؟ منا ولا يمين؟ مهما مين بقى الستراكشر اللي على الشمال خايف يعوره اما فتح الرقبه على اليمين؟ مين هنا في لو كارش على الشمال مش موجود على اليمين؟ مين هنا موجود على الشمال مش موجود على اليمين خايف يعوره؟ اللابس ما في هنا رايس اوف فيش. اللابس كومون كاروتا طب هنا في بقى كومون كاروتا. في حاجه موجوده على الشمال في الرقبه مش موجوده على اليمين كافي عوارها شمال دي ناس راس الرقبه. مين قال؟ انت ولا انا؟ انا برافو عليك يا رب. فكرت فيك العبد السيد اللي خلاص. راس الرقبه. راس الرقبه موجوده على الشمال مش موجوده على اليمين. كافي عوار راس الرقبه. بالمناسبه لو سراس الضغط اتعورت العيان هيقعد يجيب ايه بالجنب؟ يعني هيجيب ايه بالجنب؟ ليمب. طب دي حاجه ظريفه ولا نيلة؟ العيان يقعد يجيب ليمب ممكن فتره طويله. لا مش لو عور القرش بورت العيان هيموت يعني عشان هينزل. انما لو عور سراس الضغط العيان مش هيموت بس كل الفكره هيطلع منها ايه؟
ليه؟ ويقعد بقى العادي بربر على نفسه ليه وحاجات من نفس التنينه. عشان كده برضو من الاخر كده احنا اهل اليمين. يعني ايه اهل اليمين؟ كل حاجه يمين. يعني بنعمل وسط رايت سيرفايكال اند رايت وات سوراكوتومي رغم ان السورجس على ايه؟ على الشمال. انا اتعلمت حاجه مفيش حد ما بيتعلمش من اخطائه ولا دايما بحاول اتعلم من اخطائي. انا اتعلمت حاجه من الترم الاولاني رغم ان انا شايف ان انا اديت كويس. يعني انا اتعلمت ان مفيش داعي ان انا اخلي معلومات في المراجعه لان معظم الناس ممكن تعمل ايه؟ ما تحضرش مراجعه. بس اكيد مش هقعد احلها من سكواد اول السنه. لما لو في اي معلومه كده مهمه بسيطه فاحنا ممكن نقولها دلوقتي بدل ما اقولها في المراجعه والناس حتى ما بتسمعش المراجعات. ايه؟ عشان بحب انا الغلطات. فمن ضمن برضه يعني التركات اللي هي في الكانسر افر والسورجس هو الكانسر افر والسورجس ده سكوما سيل كارسينوما ولا ادينو كارسينوما؟ ده افر والسورجس. سكوما سيل كارسينوما تمام؟ والعلاج الاندي اللي هو ان احنا نعمل ماكيول او توتال اوستروجين. البريتش سكول بتعالجه بطريقه ثانيه. وده اوبشن عشان لو لقيته بلان سكول المعلومه دي صح. تمام؟ زي مثلا من المعلومات اللي زودتها صح ان في ناس اساسا بروبيرتي بيعملوا ايه ساعات؟ دايجنوستيك ايه؟ لابروسكوب بالظبط. البريتش سكول بتعالج الكانسر الافر والسورجس عشان هي سكيما سيل كارسينوما والسكيما سيل كارسينوما بتبقى دايما ريديو سنسيف. بيعالجوها بايه بقى؟ بحاجه اسمها راديكال ريديو سيرم. ده اذر اوبشن. بس مش ده الايدل اوبشن في مصر او مش ده الايدل اوبشن في الام سي كيو. ده اذر اوبشن صح. في ناس بتعالج الكانسر الافر والسورجس مش بالاستروجين. يبقى ده البريتش. بتعالجوا راديكال ريدي ثيرابي. وكلمه راديكال ريدي ثيرابي انتوا بتفهموها غلط. انتوا بتفهموا كلمه راديكال ريدي ثيرابي ان احنا نعمل العمليه ونعمل بعد العمليه ياخد ايه؟ ريدي ثيرابي. دي ما اسمهاش كلمه راديكال ريدي ثيرابي. الان يعمل العمليه ركزوا معايا ربنا يخليكم. الان يعمل العمليه بعد العمليه ياخد ريدي ثيرابي اسمها ادجمنت ريدي ثيرابي. مش خدنا يعني ايه ادجمنت؟ يعني ايه نيو ادجمنت؟ يعني ايه ادجمنت؟ بعد العمليه يعني ايه نيو ادجمنت؟ قبل العمليه. يعني ايه بقى راديكال ريدي ثيرابي؟ يعني علاج ريدي ثيرابي بس يحط امبلانت تقعد تشم. ده علاج تاني. انما في الام سي كيو طبعا لو خيرك ما بين العلاج الايديال انت راديكال ايه؟ سيرجن. بس لو وريت معلومه ان الكانسر افر سيرد وسوفرس كان في كومبليت كيور باي وات؟ ريدي ثيرابي. المعلومه دي صح. المعلومه دي صح. البريتش بيعالجوا كده. وبيعتمدوا البريتش سكول بالطريقه دي في العلاج ان السكوما سيل كارسينوما از هايلي وات؟ ريديو سنسيتيف. دايما في نقطه كده بتسمعوها في الناس السكوما سيل كارسينوما بتبقى هي الريديو سنسيتيف اكتر والادرو كارسينوما بتبقى هي اللي ايه اكتر؟ كيمو سنسيتيف اكتر. فاكرين تراتوما وسيجنوما؟ خدنا سيجنوما، سيجنوما كانت ريديو ايه؟ سنسيتيف. وخدنا بعد كده تراتوما، تراتوما كانت وات؟ كيمو سنسيتيف. التراتوما كانت كيمو سنسيتيف انما السيجنوما كانت ايه؟ راديو سنسيتيف. نفس الفكره في السكوما والادرو كارسينوما. السكوما سيل كارسينوما بتبقى اكتر راديو سنسيتيف والادرو كارسينوما بتبقى اكتر وات؟ كيمو سنسيتيف. مفيش اي مشكله لغايه دلوقتي. المعلومات الجديده اللي زودناها عرفنا ليه بنعمل رايت تراكوتومي تافويد انجري اوف ذا اورتيك ارت. عرفنا ليه بنعمل رايت سيرفايكال تافويد انجري اوف وات؟ تافويد انجري اوف وات؟ ثلاثي الضغط. عرفنا المعلومات الجديده اللي ممكن نتعامل بيها في الام سي كيو ان من الاوبشنز بتاعت العلاج بتاعت الافر بالافر ان احنا ممكن نعالجه براديكال ايه؟ ريدي ثيرابي. عايزين نزود هنا معلومه. لو عندي كانسر، لو عندي كانسر لور اوسوفجس. طبعا كانسر لور اوسوفجس دلوقتي اتفقنا تيومر في اي حته. خليك جدعان. التيومر في اي حته. بنعمل له يعني عمليه؟ في تيومر في اي حته دلوقتي العمليه الايديا بنعمل وات؟ توتال لاين ترانس ايه؟ ايه ده سوبجكت من وات؟ استومك ايه؟ كورا. سوري على ده بقى. ده كانسر مين؟ ده ابدومينال اوستوبجل تمام؟ الابدومينال اوستوبجل دلوقتي بنعمل له يعني عمليه؟ ايه دي؟ عشان كده دي كاتبها في السمري. عشان انت الامتحان لو جالك حاجه كانسر وسكر ومش قادر تكتب العمليات بتاع زمان فهتكتب العلاج كده. العيان هنعمل له توتال بلايند ترانس هيتر وسوجيكت من ايه؟ والسومك كولار. دي زمان كانوا بيعملوا لها ايه؟
وصول يعني ده درس كافي خطي مارجن ازاي لازم ناخد سيفتي مارجن ازاي؟ لازم ناخد 2 سم فوق يبقى هنشيل كده بس انزل تحت قد ايه؟ 10 سم لازم انزل تحت قد ايه؟ 10 سم على الاقل يبقى لو عندي تيومر ابسوند الاسوفجس لازم نعمل ايه معاه؟ لازم نعمل بارشل كده عشان كده هتلاقوا كاتبين ان العمليه بتاعت الابسوند الاسوفجس اسمها ايه في الورق؟ هتلاقوا مكتوب كده في الورق بارشل ركزوا معايا ربنا يخليك بارشل وات وسوفاكو جاستريكتي دي العمليه بتاع زمان يعني ايه بارشل وسوفاكو جاستريكتي يعني شلت حته منين من الاسوفاجس وشلت حته منين من الاسوفاجس هنكمل الوصفه ازاي هنكمل الوصفه ازاي ما عنديش غيرها هنكمل الوصفه ازاي هنقفل الاسوفاجس مش ازاي ونعمل الوصفه فين هنعمل الوصفه فين؟ في الشاسة حلوه دي ولا زباله؟ الوصفه في الشاسة حلوه ولا زباله؟ زباله ليه زباله؟ ليه فيش ميديستاينايتس تمام؟ ده بقى انتيجن بيتفتح ازاي؟ بصوا بقى لو انا عايز اعمل لو انا عايز اعمل اشيل حته لو اللور سيل ان اوبرابل تيومر في اللور سيل السوبرس ده غير السوبرس السوبرس لو كان تيومر في السوبرس السوبرس كنا بنضطر نفتح السوبرس لوحده ونفتح مين لوحده؟ لابدو من الوقت انما تنشيل حتى من الاستومك في العمليه دي في العمليه دي كنا بنفتح على عادي تيجي كده ده اسمه ايه ده؟ لاب سراكو ابدومنا نتيجه انما في سراكو سوكس كان عادي بيفتح ازاي؟ في سراكو تيومر كان عادي بيفتح ازاي؟ رايت سراكو من لوحده عشان التيومر فوق تيومر فوق فالعين كان بيفتح رايس فراكوتوم لوحده وابدومنال ايه؟ لوحده انما لما التيومر يبقى لور ابدومنال فالعين بيفتح كده على طول وهنا اقدر افتحه لفت بقى مش هخاف ليه هنا اقدر افتحه لفت مش هخاف؟ لان لو قلت تارش فين؟ فوق عشان كده هتلاقوا هنا مكتوبه لفت سراكو ابدومنال انتيجن وهتلاقوا مكتوبه ات از نوت توتال اوسوجيكتي ات از وات؟ بارشال اوسوجيكتي جاستريكتي عشان شلنا حته من السوجيكتي في سيفتي مارجن وعشان التيومر تحت عشان التيومر تحت يا رب يبقوا فاهمين عشان التيومر تحت عشان اقدر اخد سيفت مارجن كويس اضطريت اشيل حته منين؟ لازم تصور كده لا يا ان شاء الله ايوه زي ما انا عشان غالبا بنضطر نشيل على فكره عايز اقول لكم حاجه برضه ربنا يخليك لو انت هنا في الامتحان عشان بس يعني هما بيعدوها لك لو انت هنا في الامتحان جالك حاله كانسر ابدومينال سورفس وانت قلت الاكزامبل بيقوله كويس ان انا عامل توتال اوستروجين في البلاينت مع الطبق ايه؟ بول اب هم عارفين اوتوماتيك يعني دي معلومه بديهيه مش محتاج انك انت تكتبها دي معلومه بديهيه انك انت لو عندك كانسر ابدومينال سورفس انت اضطريت تشيل سيفتي مارجن حته منين؟ من الاستومك مش لازم تتعب نفسك وتقولها دي روتين يعني دي روتين يعني مش لازم اقول الدرس في البنك عشان اقول له في مدينه نصر هو معروف ان احنا في البنك يبقى في مدينه نصر هنا معروف ان احنا وانس ابدومينال اوسوفجس وانس ابدومينال اوسوفجس لازم اخد حته منين؟ لازم اخد حته منين في الابدومينال اوسوفجس من الاستومك كسيفتي مارجن بتاخد الفتره السيرويدا كسيفتي مارجن لان السيفتي مارجن المفروض تحت بتنزل قد ايه؟ مش لازم تكتبها في الامتحان ما تتعبش نفسك اكتب لي بس وقت وحته اكتب لي انا بقول لك عليه توتال ايه؟ لاين ترانس هيد الاستروجين من الصومك ايه؟ ولا هي مفهومه ان احنا شلنا حته من الصومك تمام عايزين نفهم برضه حاجتين في الكانسر والصومك في الكانسر والصومك العمليه بتقعد قد ايه؟ 5 ساعات 4 ساعات 6 ساعات وانا نايم جونيور هل وانا نايم جونيور ممكن اشغل اي حاجه في الكانسر والصومك ده؟ او نايم سيريور يعني هل ممكن اشتغل في الفايفر بارت؟ نيفر طبعا. هل ممكن اشتغل في الثراسك بارت؟ نيفر طبعا. هل ممكن اشتغل الابدومينال بارت؟ نيفر طبعا. هل ممكن وانا نايم لسه ان انا اخد الاستومك اطلعها لفوق؟ نيفر طبعا. هل وانا نايم ممكن في العمليه يفوت الانستومودس اللي هو اوسخ انستومودس في الجراحه اللي هو لازم واحد فنان يعمله جميل جدا لانه مشهور انه بيحصل فيه وقت؟ ليكج؟ لا طبعا. بس انا او بلاش انا وزمايلي كلنا كنا بنقعد العمليه دي 6 ساعات متحققين فيها عشان مستنيين اخر العمليه نعمل حاجتين
بنقدر ان احنا نقفل، احنا ممكن نقفل اي عمليه ثانيه. كنا بنعمل حاجتين جداد او بنعمل حاجتين ما عملناهمش قبل كده، كنا بنقعد نستنى الفانت الاسطوري عشان نعمله. تعالوا نحسب مع بعض احنا هنعمل ايه. دي روتين بتتعمل في اي كانسر اسطوريس، اي كانسر اسطوريس كل ده، اي كانسر اسطوريس ده او ده او ده او ده، لازم الان يعمل حاجتين. بصوا بقى الحته دي في منتهى الجمال، دي المفروض ان هو منكر. المنطر ده عامل كده، مين ده؟ ده الاسطوريس. ومين دي؟ مين دي؟ دي للسمك اللي احنا عملنا برضه. السمك كوره تمام. ومين ده؟ ده الديودرم والايه؟ والديودرم تمام؟ العين ده حتى لو الوصله ما لقيتش، مش بتكلم لو لقيت، حتى لو دي ما لقيتش، العين ده هيمشي على قد ايه راسي في الماوس او على قد ايه كام؟ 10 ايام. من اسبوع ل 10 ايام. ده روتين معروف العام بتاع كانسر السكر، يعني معروف العام اللي بيعمل سموث باودر انا سموث بيقعد يديه ناصين في الماوس على ما ياكله ويشرب 3 ايام. العام اللي بيعمل كلونيك انا سموث بيقعد يديه ناصين في الماوس على ما ياكله ويشرب 5 ايام. لما بتاع كانسر السكر هيقعد قد ايه؟ عشان كده مش هينفع نمشيه على ناصين في الماوس وكليه، لازم نمشيه على وسط على تي بي ان وامينو اسيدز وبروتينز وجلوكوز، لازم يمشي على تي بي ان 7 ل 10 ايه؟ ايام. يعمل تي بي ان. وقت الطريقه احسن ان احنا نوجه بيها العيال. تي بي ان له مشاكل، أول حاجة في تي بي ان عادل، تي بي ان وعلينا ده علينا كومبليكيشن تي بي ان، في تي بي ان مش هتعرف تظبط سكر العيان. في تي بي ان أنت مركب سنترال لاين، والسنترال لاين ده بحد ذاته إيه؟ خازوق، يعمل سيبسيس وممكن يعمل نيو صورك. في تي بي ان أنت ما عمرك ما هتعرف تظبط إيه غير الجلوكوز، عمرك ما هتعرف تظبط دول. لا ده في دول كمان ما بتظبطوش، بيدخلوا عندك سايكوزيس. دول اسمهم ايه دول؟ خدته في البطن. اسمهم تريس المنت، سمعتوا عن حاجه اسمها تريس المنت؟ في الاخر تي بي ان ده لوت ويسك. احنا في العمليه بنعمل ايه بقى روتين؟ عشان بدل ما نمشي على تي بي ان. بيرنج في البطن. يا سلام. فانا بقعد بقى 6 ساعات مستني روتين في اخر العمليه اعمل وقت. اعمل وقت. بيرنج في البطن. الكيدنج جونز دي ممكن نستخدمها من تاني يوم او تالت يوم. يبقى العيان بدل ما هقعد 10 ايام ماشي على ايه؟ فاهم يا لورنس؟ العيان بدل ما هقعد يا اصلا 10 ايام ماشي على تي بي ان، انا من بكره ممكن امشيها على وقت على الكيدنج جونز. وزي ما انتم عارفين الكيدنج جونز دي اي حاجه ممكن تتاخد من خلالها، ممكن ملوخيه في الخلاط، ممكن بيض بالبسطرمه في الخلاط، ممكن زبادي بالسفرانس في الخلاط، اي حاجه. بيض بالمربى. لازم تبقى فين؟ في الخلاط. في الخلاط. مش حاسس بطعمها بس انا بدي له وجبه ايه؟ ممكن فرخه. فرخه بالكوسه في الخلاط. في اي مشكله في كده؟ طب بالمناسبه بقى صحيح، بالمناسبه صحيح. لو العيان بقى جاله مصيبه، ايه المصيبه اللي جات له؟ ليكج اللي هو فيري كومن. اللي بتقول ما ليكج في الرقبه انا ايه؟ بالطمن، بالطمن تمام؟ لو العيان جاله ليكج، ايه علاج الليكج بتاع كانسر الصدر؟ ولا حاجه. هنسيبه لغايه ما ايه؟ يفهم لوحده. يبقى هنا هنزود فتره الايه؟ الفيريش روز. فدي على فكره دي في عمليات الكانسر اوسوفجاس دي بتعتبر زي كده حياته فيها، بنسميها ايه مش عارف. كسير الحياه بالظبط. دي كسير الحياه بتاعه. دي اللي معيشاه. دي اللي معيشاه. فدي اهم خطوه في العمليه. اي عين عملت عمليه كانسر اوسوفجاس يا نديل لازم يركب وقت. يبقى انا هقعد 6 ساعات طلع عين اهلي مع الاستاذ هو عمال يسالك السرفايفل والسورجس وشارك حتى السورجس وشارك السورجس والسورجس ويعمل السورجس موديل عشان في اخر العمليه اللي تعبت ممكن يساعدني او يخليني اعمل وقت البيج روز يبقى ايدي اشتغلت بدل ما ايدي عماله تتراك بس تمام. في ايه تاني بقى بيتعامل في العمليه دي؟ بصوا ايه ده؟ مين ده؟ مين الكلام ده مكتوب في السماء؟ مين ده؟ ده الاسوفجس، خلاص انا قربت اخلص والله العظيم، حته الفاليو بوزيشن دي ما بتاخدش 3 دقايق، ده الاسوفجس، مين دول جنب الاسوفجس؟ جنب الاسوفجس بيبقى ماشي طول نور بيعدوا عامل ديافراجماتيك هيتس. لا مش ديافراجماتيك،
فيجاس. جنب روس فيجاس بيبقى ماشي في كوبي جارد. بالمناسبة صحيح، هو فيجاس ده وظيفته ايه؟ فيجاس ده بيعمل ايه على الاستومك؟ هناخد الاستومك بعد الاسوفجس باذن الله. الناس اللي عايزه تعرف هنمشي ازاي، الاسوفجس استومك مسالك بلاستيك ونرجع للجي اي تي. دي الخطه اللي جايه. الاسوفجس بعديه استومك بعديه مسالك بعديه بلاستيك وبعدين نرجع لور جي اي تي وبعدين يورو في الاخر. اخر حاجه يورو. دي الاستومك. الفيجاس نرفع هناخد حتى في البطه بقولكم ايه؟ مش هقول لكم في البطه لو انا عنده 50 تبقى هنعمل له وقت. فبقولكم ايه؟ لا لا انت معلوماتك في البطنه كانت حاجه مهمه جدا في ال 50,000. بيدروس. خدت في البطنه بيدروس؟ بيدروس واحد شفت البطنه بيدروس؟ هو ايه بقى بيدروس ده؟ ما تعرفش شغلتك على المركب ايه؟ نعم بالظبط شغلتك على المركب بيدروس. ما خدتوش بيدروس جاستريكتومي؟ لا. هو بطاطومي؟ لكم في الجراحه بقى احنا مش هحطه مين هو ليه؟ البيدروس بالظبط تمام؟ أو فاجوتومي الفيجاس نيرف ده بيعمل إيه على الأستومك؟ بيطلع أسيال برافو عليك بيعمل إيه تاني على الأستومك غير بيطلع أسيال الفيجاس؟ موتيليتي بيدي موتيليتي ربنا موتيليتي موتيليتي إيه أهم حاجة بيعملها الفيجاس ده أنتم ما تنسوها غير الموتيليتي؟ الفيجاس بيفتح مين؟ الفيروس الفيجاس بيفتح الفيروس الفيجاس بيفتح الفيروس يعني من غير فيجاس الفيروس ملع من غير فيجاس الفيروس بتقفل من غير فيجاس الفيروس بتقفل من غير فيجاس الفيروس بتقفل طب ايه ده علاقته بالكانسر السوفجاس؟ علاقته نيوسوفجيكتومي غالبا 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 نيوسوفجيكتومي هتضرب مين؟ فيجاس غالبا نيوسوفجيكتومي هتضرب الفيجاس ده معناه العيان هيجي له ايه بعد العمليه؟ بعد العمليه بيجي له ايه لازم؟ فايلوريك سبيل. الان بعد العمليه لازم يجي له فايلوريك سبيل. اسالكم سؤال لرابط وفاهمين جراح، لرابط وفاهمين جراح. ايه خطوره الفايلوريك سبيل مع اللون جراح وايه خطوره الفايلوريك سبيل من يمينه دلوقتي؟ يعني لو الحته دي سبيل خطورتها ايه على اللون جراح وخطورتها ايه دلوقتي؟ خطورتها على اللون جراح اللي عندها يقعد يركع. هيركع. خطورتها ايه دلوقتي؟ عارفين ايه بالظبط؟ خطورتها دلوقتي لما ده يقفل البريشر فوق هيعلى فيحصل ايه هنا؟ ليكش. فلو العيان زي ما قلت لكم نسبه الليكش كام في الانسبوزز ده؟ 50%. لو معاه فايلوريك سبيس عشان الفيجاس نيرف اتقطع هيخلي نسبه الليكش كام في المية؟ 100%. عارفين لما اقعد انفخ في حاجه وفي الاخر مسدوده هيحصل ايه؟ اتفرج. فما ينفعش العيان يجيب فايلوريك سبيس. يبقى احنا العمليه لازم نعمل ايه روتين غير ان احنا بنعمل فيه البروتو. لازم في البروتو. لازم اقطع فيروس ونضرب فيه مشرط مصر اللي هي بتضرب فيها مشرط بايه؟ بتفكها فاهم يا مايك؟ مصر يعني اضرب ضربه في السيروزه او المصروزه المصر هت ايه؟ هتفك اسمها ايه بقى؟ السنكروب دي احنا بنسميها سنكروب كلمه اوتوم يعني يطلع سفنكتر هنقطع فيروس سفنكتر فمش هنسميها سنكروب هنسميها فيروس مايوتومي فيروس مايوتومي مش خطه في البطنه العيان عنده كارديك اكاليسيا والكارديا بتاعته مقفولة ولا بنقطع النص اللي هي بنعمل عملية اسمها كارديو مايوتومي ما خدتوش دي في البطنة هنروح على طول يوم السبت هنروح يوم السبت كارديا كاكليزيا وكارديو مايوتومي هنا مش هنعمل كارديو مايوتومي هنا هنعمل وات؟ فايلور مايوتومي فدول روتين لازم يتعمل في اي عملية كانسر الصفر لازم تعمل فايلور مايوتومي لازم تعمل وات؟ بيبي جنوس دي ياكل يشرب منها بدل ما يمشي على تيبي يعني 10 ايام ولو ضايق كان هيمشي على دي بي ان شهر ياكل من دي لازم نعمل فايلور مايوتومي عشان انا عملت فايلوتومي غصب عني يا حازم فالفيجاس نيرف ايه؟ اتقطع فالفايلور سيمتر ماله؟ تمام تمام هيحط يمكن مكتوب عندكم في الورقه حاجه دي هتنشرها في الكانسر كولون للسموث دوت عشان نقلل نسبه الليكج فيه فبدل ما بنعمله بايدينا بنعمله بالدباسه ودي حاجه مش مهمه يعني فبشرحه في الكانسر كولون هتلاقوا الكلام ده مكتوب في الورقه وكل الناس بتيجي تسالني بعد الحصه يعني ايه يعني الاسموز دوت بيتعمل احسن بالدباسة يسيف تايم مكتوبه بالدباسة عشان كده وانت بتكتب ريتم في الامتحان وانت بتكتب ريتم في الامتحان
خد بالك حالك كسر الصبجس، انت مش هيبقى عندك وقت انك انت تشرح الفرق بين الثلاثه. انت يا دوبك في الامتحان هتطلع هتكتب احسن عمليه، مين احسن عمليه؟ توتال بلايند بلس هيتروسوجيتني. بعد ما تكتب العام هنعمله توتال بلايند بلس هيتروسوجيتني عشان تكتب كلام محترم في الريتم، فانت لازم تكتب اول حاجه مزاياها. ايه مزاياها؟ مزاياها سيفتي مارجن محترم، مزاياها عملنا الوصله فين؟ في الناك، فلو حصل ليك مش هيعمل ميديستيناتيس. مزاياها ان العيان ده ما تعملوش وقت ثوراكوتومي. ايه اللي الروتين لازم يتعمل معاها عشان لما عملت العمليه 100 100؟ الروتين لازم حاجتين، لازم نعمل وقت تدي الفلوس ياكل ويشرب منها سواء جاله ليكج او ما جالوش، لازم نعمل وقت بايلورمايوتومي لان انا قطعت مين؟ غصب عندي الفيجر. تمام؟ كل ده العلاج للسرطان لو العيان ده ايه؟ كل ده العلاج لو العيان كان ايه؟ اوفر. كل ده بقى لي ساعه وربع بشرح لو العيان كان اوفر. حد عايز يسأل حاجة قبل ما نعالج الوقت ونختم الحصة؟ لو العين احنا رجعنا للسكيما دي تاني. عندي هنا عين اوبرابول. وعندي هنا عين وقت. دي الاوبرابول. بفكركم. العين الاوبرابول امتى اقول عليها اوبرابول؟ امتى اقول عليها اوبرابول؟ لو تيومر ريسكتبل بلس بلس لازم العين يبقى عنده ايه؟ نو ديستنت ميتاستاسيس انكلودنج مين اعتبرناه ديستنت ميتاستاسيس واهم حاجه في الام اس كيو بلاتيرا من البروبيلتي سيريال كلينك نوز وده كنا بنعمله عمليه وقت راديكال اي فور تو كانسر اوسوفيرس كان قال لي كان قال لي سيمبتومز انا اسف كان قال لي سبريد ليت ايه؟ سيمبتومز فكان البروجنوزس يتبالى فتقريبا حالات الاوبرابول بتبقى تقريبا 40% بس. اوبرابول كانسر لو جبت 100 عيان كانسر اوسوفيرس هيطلع 40% بس هم ليه اوبرابول. الاوبرابول كام في المية بيطلع من الاوبرابول؟ 60%. مين خدناه كان برضه بنفس النسب دي تقريبا؟ كان الكانسر هات تايم كانسر قلت لكم كانسر هات بانكرياس كان بيطلع كام في المية اوبرابول كام في المية اوبرابول؟ كان 20% بس الاوبرابول و 80% وقت. الاوبرابول كانسر الصبح ازاي؟ ايه بتقول عليه الاوبرابول؟ ايه بتقول عليه الاوبرابول؟ لو تيومر ريسكتبل ماسك في اللانج ماسك في الدافران ماسك في حاجات ما تنشالش او 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 مش واق او او وقت او 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 عنده وقت ديستنت ايه؟ ميتاستاسيس مين بنعتبره في بوينت ديستا ميتاسس؟ سيريك ليف نودز. وكنا بنقول عن الاوبرابول بنعمله عمليه راديكال ايمي فور تور وكنا بنقول عن الاوبرابول بنعمله حاجه وقت. لان الاوبرابول كنا بنعمله حاجه ايه؟ فلت. كنا بنعمله حاجه فلت. طيب السؤال بقى ربنا يخليك انا لو عايز اسال كانسر الصبح بس عايز اعمله حاجه فلت. انا هعمله فلت في الوقت. يعني ايه مهم؟ هل اعمل له حاجه مثلا فلت عشان عنده وجع في صباعه الصغيره دي مشكلته؟ هل اعمل له مثلا حاجه فلت عشان عنده مسفره زي البلينكت وستارت بلوكس والكولنجايتس؟ هنا بالظبط هنا اعمل له حاجه فلت في الوقت. كل شيء. يعني كل فلت الماجرز ايمي تو كيور او باليت ال ديسبيشن تمام؟ هتلاقوني كاتب في الورقه ست حاجات ولا خمس حاجات تمام؟ من الاخر كده في الام اس كيو تطلع تنزل البث باليشن البث باليشن البث باليشن ان احنا نعمل ايه في الاوبرا بالكانسر والسوفلس؟ ها؟ لا مش ريزي الصوفلس. البث فاليشن نركب انبوبه جوه التيومر. الجهاز جوه التيومر كده انبوبه عشان تعدي منها السلايفا ويعدي منها الاكل. دي اللي بنسميها ايه؟ انتيوبيشن. دي البث فاليشن. كل الناس متفقه على كده ان البث فاليشن في الكانسر والسوفلس ان انا اركب انبوبه. البث فاليشن از انتيوبيشن تمام؟ يعني حتى لما بيمر العيان عندنا في الدمرداج ونعدي على عيان كانسر الصبغه وبعد كده يمسك اي حد من الاساتذه بتوعنا مثلا يمسك السي تي بتاعه بيلاقي مثلا السي تي بتاعه مثلا ان العيان مليان سيليا كلين في نوز بناخد ايه قرار في المرور؟ العيان ده يبعت له حد بتاع وقت مناظير يركب له ايه؟ تيوب تمام؟ الناس اللي معاها الورق الكبير هيلاقي فيه مكتوب تو تيوبز في تيوب اسمها تراكشن وفي تيوب اسمها فالشن. التراكشن دي المكتوبه اسمها سيليستين مش كده؟ ولا العكس؟ هي سيليستين. ايه الفرق بين تراكشن وفالشن؟ فالشن دي كويسه دي بتركب المنظار. فالشن دي بتركب المنظار. يعني هو ده هي دلوقتي بنستخدم الفالشن تيوب. يعني
يروح لحاسس على المنظار يعمله منظار ويروح مدخل جوه التيومر ايه؟ انبوبه. التراكشن دي كانت بتركب زمان ازاي؟ ما كانتش بتركب بالمنظار. عارفين التراكشن دي كانت بتركب زمان ازاي؟ عملية برافو عليك، مين قال عملية؟ وفي العملية لازم نفتح ايه عشان نركبها؟ عارفين لازم نفتح مين عشان نركبها؟ الاستومك، كانت بتركب كده، تفتح الاستومك وتدخل الانبوبه كده. دي اسمها تراكشن. بارشا انك انت تدخلها بالمنظار. بارشن يعني من جوه، تراكشن من بره. تمام؟ فالبارشن دي تركب من جوه الاسوفجس. منظار جوه الاسوفجس. انما دي راكبه من بره ليه؟ من بره الاسوفجس. عارفين فرق بين تراكشن وبارشن ولا لا؟ تراكشن يعني من بره، بارشن يعني من جوه. فبارشن ركبتها من جوه. من جوه الاسوفجس. تراكشن يعني ركبتها من بره ليه؟ الاسوفجس من يعني. طبعا ليه بركز على بارشن وتراكشن؟ لانك انت ممكن يجي لك في الامتحان حاطه سؤال الفاست فاريشن احنا عارفين احنا تيوب بس مش عارفين نختار وقت. تراكشن ولا بارشن؟ فالاحسن بارشن، الاحسن بارشن، بارشن. التراكشن دي ما بتتعملش خالص. او كانت بتتعمل قبل ما يخترع وقت. قبل ما يخترعوا ان هم يركبوها بالايه؟ بالمنظار. ده الفاست فاريشن. لو عايز تكتب في الامتحان حاجه واحده فلتت فالحاجه الواحده فلتت بالظبط. انتجريشن في بقى زي ما الدكتوره قالت ممكن فلت تدي ريدي سرعه. فكره الريدي سرعه انه هيعمل ايه؟ يا خضر يا خضر. فكره الريدي سرعه انه هيحرق حته من التيومر. فالاكل ايه؟ يعني وريدي سرعه بيتاخد بالطريقتين زي ما انتم مش عارفين. في ريدي سرعه من بره وفي ريدي سرعه بيمبلانت من جوه. امبلانت من جوه. اسمه ايه الريدي سرعه لما نحط امبلانت من جوه الشعر؟ ريدي سرعه. براكي سيرفر. وعلى فكره مش لازم يحطوا كمان امبلانت، ساعات ممكن حته من التيومر بيحضروها بالليزر. ليزر. كل الفكره بس ان التيومر اللي في النص ده نعمل ايه؟ نسلكه بالظبط، هنسلكه. فممكن نسلكه بانبوبه دي احسن حاجه، ممكن نسلكه بريدي سيرفر من جوه، ممكن نسلكه بريدي سيرفر من بره، ممكن نسلكه بليزر. تمام؟ ممكن نعمل عمليات، ممكن نعمل عمليات بلد. لو يا عم معهوش فلوس لكل الحاجات دي ممكن نعمله عمليه في الدبلدات ببلاش. الحاجات دي كلها غاليه، انتوا عارفين الانبوبه دي بكام؟ الانبوبه دي بتركب ب 6000 جنيه. 1000 دولار يعني. او 900 دولار. فالعيان لو معهوش ثمن الانبوبه وعلى فكره الدبلدات هتبقى الانبوبه ب 6000 جنيه برضه. لو العيان معهوش الانبوبه ممكن نعمله عمليات ببلاش. ايه فكره بقى العمليات البلد ببلاش؟ ممكن نعمل له عمليه زي كده بالتيومر هو قافل الدنيا. التيومر قافل الدنيا. ممكن نعمل له عمليه زي كده فلت ببلاش ياكل منها. اسمها ايه دي؟ لا دي مش تيلينج جنوسن. دي تيلينج ايه دي؟ جنوسن. هنعمل له عمليه ياكل منها ببلاش. بالمناسبه حلوه ولا زباله؟ كويس. هديك عمليه حلوه ولا زباله؟ شغاله. دي اوسخ فليش. ولا هقول ليه بشر؟ ليه دي اوسخ فليش لما بياكل منها زي الفل؟ مش الاسد هيطلع بره. لا مش الاسد هيطلع، مفيش اسد بيطلع. فكروا بس واحنا الساعه 6 وربطوا الكعبه، ليه العمليه دي از ذا او اوسخ فليش؟ العمليه دي ما حلتش اي حاجه، هو ايه مشكله اللي عنده راسيه غير انه مش عارف ياكل؟ الصلايبة. اللي عندك عارف يطلع صلايبة؟ عشان كده فيدنج كولوستومي از اوسخ فليش. تحط في سؤال انا مسكته في كتاب الاسم، في سؤال انا مسكته في كتاب الاسم. بيقول كل الحاجات دي فلتت ما عدا وكانت الكل في المنزل الكل في الملزمه. هتختار فلتت ما عدا دي؟ فيدي جاستروس رغم انها في الملزمه عشان هي اوسخ فاليشن. ايه؟ هو العام مش عارف ياكل وش بياكل. انا هركب له بعمليه في 5 ساعات كده انبوبه في المعده ايه؟ ياكل منها. انا حليت مشكله الاكل؟ بس ما حليتش مشكله مين؟ ايوه قبل ما يجيب متاخر شويه. يا عم بتاع كانسر الاسوفجس في الاخر من كتر ما التيومر بيقفل مش عارف يطلع صلايبه. فعملنا له اسبيريشن مونت. يعني هو قال عارف ياكل سولد. وبعدين مش عارف ياكل سولد وفلويد والعيال بتاع كانسر الاسوفجس في الليت ستيج بيبقى حاصل مش عارف يبلع عيل.
السلايد. فكل الحاجات اللي قبل كده حاله الفيشه والسلايد، انما دي حاله ديلاكس بس ما حلتش مين؟ السلايد دلوقتي. تعالى اعملوا عمليه كده، ركزوا معايا ربنا يسهل. دي فعاليه الاوبريشن، انا فاضل لي دقيقتين. تعالى اعملوا عمليه كده، بصوا المنظر ده. هنا مين اللي قافل؟ خلاص فاضل لي ثانيتين، مين اللي قافل؟ التيومر. ياخدوا الفندس، ركزوا معايا ربنا يخليكم يا لورانس حبيبي يا لورانس. ياخدوا الفندس، او بصوا الفندس معاه ولا ظهره؟ تفتكروا ياخدوا الفندس يوصلوه فين؟ الفندس هيطلعوه يعملوه ايه؟ في الحته اللي فوق هياخدوا الفندس ويعملوا الاسموزس ما بين الاسوفجاس والفندس. تمام؟ اسمها ايه العمليه دي مكتوبه عندكم في الورقه؟ مكتوبه اسمها ايه؟ ريفرسيف جاستر تيوب. ايه سموها ريفرسيف؟ عشان خدوا الاستومك ليه؟ لفوق بدل التعب. ريفرسيف جاستر تيوب. ياخدوا حته من الاستومك يعملوا بيها زي انبوبه كده يوصلوها فوق، دي اسمها ريفرسيف جاستر تيوب. دي باليت اوبريشن. يعني على فكره باليت اوبريشن دي زي ما قلت لكم بس ما حدش يكتب في الامتحان يعني. دي بتتعامل للعيانين اللي هم كانت افورد او الدوله مش قادره تعمل لهم ليزر مش قادره تعمل لهم ريديو ثيرابي. العمليه دي المفروض انها بايه؟ ما حدش يكتب الكلام ده في الامتحان، بنعمل عمليات ولا مش قادر ايه؟ يدفع. ها؟ بنعمل ساعات كتير جدا في الاي ان تي والعينين بتوع كانسر ابر السكر في الاي ان تي بيجيب لك الجراحه ريكوستات، يعني بتوع الاي ان تي ما يعرفوش يركبوا وط. فيلينج جاستروس. بتوع الاي ان تي ما يعرفوش يعملوا وط. ريفرس جاستروس تيوب. فكان بيجيب لك دكاتره الجراحه، تعال اعملوا فيلينج جاستروس. تعالى نعمل ريفرس جاستر تيوب، تعالى نعمل ريفرس في الريكوست، فما تركبوا له انبوبه، ما تركبوا له بتاع، يقول لك اصل مش عارفين نجيب انبوبه، اصل مش عارفين نبعته وناخد تراك ثيرابي، فدكتور مش عارفين نعمل حاجه بتكاليف، تعالوا تعملوا حاجه في ايه؟ بلاش. بس طبعا ما حدش يفكر ان العمليات دي تتعمل لابو ايه؟ لابو بلاش، ما تودوناش في داهيه. تمام؟ في ايه تالت عمليه عشان نتكل على الله فارس برضه؟ ادي الاسوفجس وادي الاستومك وادي التيومر هنا يقفل. ادي التيومر يقفل. تمام؟ هنجيب الكولون بالبلاد سبلاي بتاعه. هناخد حته من الكولون ونفصلها عن الكولون يمينا تمام. هناخد حته من الكولون وايه؟ ونفصلها تمام؟ وهنغسلها من السورس طبعا مش هناخد الكولون بليه؟ من السورس بتاعته والحته من الكولون اللي احنا واخدينها بالبلاد سبلاي بتاعها هنوصلها كده. اسمها ايه دي بقى؟ دي اسمها سبكوتينيوس كولون باي باس. عمري ما شفتها ولا عملناها. كولون باي باس. وكل بالكم طبعا دي عمليه كبيره قوي مش بتتسهل. ليه دي عمليه كبيره قوي؟ لان انا عشان اخد حته من كولون هحط لها وصام كولون. عشان وصام كولون يعني عملت ايه في العين اساسا؟ كوريت. قلت منه حاجه. عملت له كولون بريباريشن. اللي ما ينفعش ياخد كولون بليه؟ بالاسطول بتاعته. دي اسمها فاليت كولون ايه؟ طيب والله ان شاء الله بس يا ولد شفتوا من السبت والحد السبت والحد مش السبت والسبت ظبطت المواعيد عندي خلاص حط البوست شكرا يا ولد